وابدا نستعين ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد يا رب العالمين. متابعينا مشاهدينا الكرام، أحييكم وأرحب بحضراتكم أجمل ترحيب وأطيب تحية. على بركة الله ينطلق رئيس الأبكار المفاريد من مسافة 1500 متر. انطلقت الأسماء، انطلقت الشعارات، انطلقوا العمالقة في هذا الشوط. الشكر الجزيل متابعينا للداعم الرسمي لهذا المركب عبد الله بن فرج العميري، فنشكره جزيل الشكر والتقدير على هذا الدعم. اتقدم مع اول المراكز من تحتل المقدمة هنا الشاهنية، وسعد بن ابراهيم العنزي يتقدم مع المركز الاول يقدم لنا الشاهنية، بينما المركز الثاني تتقدم وزن ويتقدم صالح بن بنيه الابنوي. المركز الثالث القادمة في هذه اللحظات الذيبة عبد الرحمن بن محمد ابو دية. المركز الرابع عروبة تتقدم مع حاتم البلوي، ولكن نعود الى مقدمة الشوط الى المركز الاول ومع الذيبة، الذيبة التي تسيطر على مقدمة الشوط. احتلت المقدمة عبد الرحمن بن محمد ابو دية العطوي. روح الى الناموس، روح روح الى الدراجة التي تنتظر خلف خط النهاية. اسم كبير، شعار كبير، شعار عملاق ينتظر خلف خط النهاية، بينما القادمة الشاهنية في هذه اللحظات وسعد بن ابراهيم العنزي ايضا وزن انضمت في هذه اللحظات، وصالح بن بنية البلوي. يا سلام يا سلام يا سلام، الله الله الله، غيرت وزن، راحت مع ترشيحي. صالح بن بنية البلوي نجم الموسم يتقدم مع اول الاشواط الرئيسية، يقدم لنا هذا الاسم شركة وزن مع مقدمة الشوط. وصالح بن بنية البلوي ما شاء الله وتبارك الله انطلقت وزن. تهانينا لك يا ابو ريان على هذا الفوز المستحق من صالح وزن، تهانينا. والناموس المركز الثاني الذيبة عبد الرحمن بن محمد ابو دي، المركز الثالث الشاهينية وسعد بن ابراهيم العنزي، المركز الثالث الفيصلية عودة بن محمد السعيدات، خامسا وصلت عروبة مع حاتم بن محمد بن عبيد البلوي. هكذا متابعينا مشاهدينا الاعزاء استطاعت وزن ان تنتزع الشوط الرئيسي والاول. التوقيت الزمني ولحظة الوصول دقيقتين متابعينا الكرام و16 ثانية، 43 جزء من الثانية. تهانينا لصالح بن بنية البلوي، وتهانينا أيضا على تسجيله توقيت المميز في هذا الصباح.